الركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. يعني ركن يتانو يكواميني نكواميني سيكو يكياما. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. يعني إيه كواميني نكواميني كيوتي تنيت تتكوى يوم القيامة. خروج الروح وقبض الملائكة لها صعودا بها للسماء. يعني واتو كفاريكي وملائكة كفاريكي يوتي تكبالي. نعم سؤال الملكين في القبر عن الأصول الثلاثة. يعني وملائكة وتتوليز كبريني أو وتتوليز مصاري متتو. نعيم القبر عذاب القبر البعث بعد الموت. يعني زيلي نيمة ستكوي أبو كبريني نزيل عذاب واتو التعذيبي وكبرين. الحساب الجنة النار. Yani kufanyiwa hisabu na kuingia kwa watu peponi na wengine wakaingia nar. Kul ma yakun baada almaut huwa min aliman bilyaum alakhir wallahu aalam. Na vile vyenye vitakuwa yani baada ya mtu kufariki ndo hiyo tunapaswa kukubali na hivyo vinaelekea yaum alqiyama.